ملي كتكون في التيران ما كتقدرش تفرج باش تشوف الاداء كي داير، ولكن باين غير من النتيجه. يعني فرقه بحال هذه عندهم خط الوسط ناقص وعندهم مهاجم واحد اول مره غيلعبوا به، وزعما كان فريمون انا ما جو نو سوي با ساتيسفيت من الريزولتا، لان هاد ليكيب هادي كان خاصنا نربحوها بريزولتا كبر من هادي، وكنا خاصنا نديرو سورتو اداء احسن في لو تيغان. المهم انا ما كنت لتحت قريبه بزاف لتحت ما تفرجتش مزيان، ولكن راه كيف ما قلت لك غير من الريزولتا باين هذاك الشيء نول. دونك هادي ماشي هي ليكيب اللي بغينا نمشيو بها لا كوب دو موند، وانا كنتمنى نتمنى باسكو كيف ما قالها السايس قال لك تكنيكمون حنا ايانين سيغت عندنا لعابه واعرين، ولكن بلا ما نقول باين شكون اللي خاصو يمشي. دونك مازال ما حددنا شويه الوقت، اون سو راتراب. دونك فوالا كنهنيو المنتخب والشعب المغربي على هذا الانتصار، وكنتمنوا الصراحه يكون تغييرات في المستقبل، حيت التشكيله ما والمدرب ما كاينش شي حاجه كتفرح الصراحه. والعقوبه للبطوله الوداد ان شاء الله. الشوط الاول متقال ماشي شي لعب في مستوى، ولكن المهم ربحنا غير الزهره نستاهلو. المهم وقطر تنادي الرحمن الرحيم. اليوم كما كنشوفوا تفرجنا في المنتخب، منتخب حشومي لا هو النيفو هذا فهمتوا، عندنا لعابه في المستوى كيلعبوا في دوريات مزيانين، حشومي يلعبوا بحال بهذا اللعب هذا، هاد اللي بيري حشومي نربحوهم حنا بجوج الزهره، وخاصنا فهمتي خاصنا نعمروهم. وكما كنشوفوا المدرب ماشي ديال المستوى ديال المنتخب، كما حنا بغينا كما بغينا يمشي باش يجي وليد الركراكي ان شاء الله، وهذا الشيء وديما وداد. السلام عليكم خويا. اليوم الاداء ديال المنتخب الوطني ما كيشرفش المستوى ديال اللعب ديالو، هي هذا الشيء جاي من المدرب وداك التخربيق دوك الطبقه اللي دايرين بهم دوك الشفناجه، ولكن الله يهديهم غير هادشي تطور اخويا.